طبعا نادية اسماعيل شيرين تزوجت من الفنان يوسف شعبان. هي تزوجت مرتين، ولكن الزيجة الأولى هي كانت من الفنان يوسف شعبان. طبعا كانت يعني الموضوع الأول كان مرفوض تماما، يعني لأنه بالنسبة لهم يعني احنا أسرة محمد علي مش بنتجوز من فنانين، يعني مش بعيب في الفن، بس ده كانت وجهة نظرهم. احنا يعني بنحكي يعني كانت وجهة الاسره نظرهم. كلها والاميره فوزيه تحديدا كانت ضد الجواز. واسماعيل شيرين كان ضد الجواز، وكان اعتقد كمان كان في فرق عمر كبير مش قليل. كان فرق العمري، وكانت هتبقى الزيجه الثالثه ليه، يعني هو ودي كانت الزيجه الاولى لناديه، فكانوا شايفين انه لا، ما ينفعش يتجوزوا. لكن حصلت الزيجه، ومن المعلومات الغريبة اللي أنا عرفتها إن لما الأميرة فوزية عرفت بخبر زواج بنتها، قررت إنها تلبس عليها أسود.